سلام زينات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. اليوم جيتكم فيديو تاع تحليه، في اول فيديو في القناه راح يكون تاع تحليه. بزاف بنينه وتوجد تمتم في 10 دقائق تقدري توجديها. فوالا البنات، هنا كنت نوريكم في المقادير. عندنا غاطو، عندنا شونتيي، عندنا شيكولا و بواطا ياغورت شوكو وشوية حليب باش توازي فيها تغمسي فيها الكاطو. هنايا البنات راني نطلع فلاشونتيي، درت كاس ما يتعمرش الكاس تاع شونتيي مع كاس ما بارد. هنا راني نطلع فيهم بالبيترا. فوالا نوريكم. هنايا طلعت لي لاشونتيي تاعي، هنا نوريكم القوام تاعها هكذا تجي. فوالا، وهنايا مشيت للكاطو تاعي. هنا تقدري ديري اي نوع تاع الكاطو تحبيه، المهم بعدا تجي بزاف بنينه. تشمخيها في الحليب وتستفو كامل الكاطو تاعكم هكذاك. طبقات ديري شحال تحبي، انا كنت ندير زوج، اليوم درت 3 طبقات باسكو درت لا كونتيتي تاع شونتيي باش ما تبقاليش، درت بزاف شويه. هنا يعني نستف كامل في الكاطو. فوالا، من بعد نديرو طبقه تاع شونتيي كيما تشوفوا، نسوي كامل السطح هذاك من الفوق. فوالا، وهنايا انا ندوبو في شيكولا. انا شيكولا استعملت شيكولا مينو. فوالا، انا ندوب فيها تحت نار هادئه. هنايا دوك نضيف لها بطاطا تاعنا تاع الياغورت، منها تجي زاكيه ونزيد لها البنه. فوالا، هاوليك القوام تاع شيكولا كيفاش يجي. فوالا، وهنايا كنت كملت الطبقات تاعي في 3 طبقات على شونتيي هي الاخرى. ودوكا خلوها تبرد شويه في الفريزر باش تشد شويه روحها. وهنايا درنا شيكولا هذاك من الفوق. فوالا هكذا تجي، وديروها تبرد وبصحتكم البنات. فوالا هكذا تجي وبزاف بنينه. سيوها وما تندموش، ولي تسيها تحت لي تحت في لي كومونتير. نحبكم بزاف، ما تنساوش ديري لايك ابوني. باي باي.